في هذا الفيديو رح ألعب لعبة ببجي موبايل لأول مرة من 4 سنوات. آخر مرة لعبت ببجي موبايل وسويت فيديو عنها في القناة كان بعام 2020. اللي ما يعرف إيش هي ببجي موبايل، فهي أحد أقوى وأكبر ألعاب الموبايل في العالم. هاي اللعبة حرفياً اللي نقلت ألعاب الموبايل إلى مستوى آخر. اللعبة نزلت في عام 2018 ودمرت الدنيا، وبسبب نجاحها هي اللي بدأت ترند ألعاب الباتل رويال على الموبايل. صرنا نشوف عدة ألعاب من شركات ثانية، بس ببجي موبايل هي الأولى. فجدا متحمس ألعب اللعبة الآن، أشوف إيش الأشياء اللي تغيرت خلال 4 سنوات الماضية، بالذات إن الآن الذكرى 6 لإطلاق اللعبة، ففي كثير أشياء جديدة ضايفينها. فيلا خلنا نروح ونلعب. اوكي شباب، صحيح اني تارك اللعبة صار لي 4 سنوات، بس تاركها على شيء جدا رهيب. شوفوا السكن اللي طلع لي اول ما فتحت اللعبة، اتذكر هذا السكن اشتريته وقتها، جدا رهيب. طيب في كثير اشياء رهيبة ودي اجربها، نفس اولا جيم مود سماء العجائب هذا الجديد، وفي الواو واللي صراحة ودي اجربها قبل. الواو هو عبارة عن أطوار يصنعوها اللاعبين، يعني أقيام كوستوم، وفي عدة أطوار مثل ما شايفين بأفكار مختلفة. أوكي الآن دخلت طور 1v1، يعني أنا ضد واحد بس. خلنا نشوف هل رح أقدر أني أفوز بعد قطعة 4 سنوات ولا لا. أوكي أنا سامع صوته تحت، خلنا نشوف. أوه أوكي، هاي 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 يا خوي يا خوي. اوكي واضح ان هذه الاطوار ما فيها بوتات، انا عادة اكبر راس واشوف نفسي على البوتات، هنا ما في. تعال تعال اطلع، والله السلاح انه يهتز. ذبحته، ابلع. ايوه ابلع، اي والله مسافات بعيدة قاعد اذبحها، ابلع. ايوه اوكي شباب، وهذا الجيم مود الثاني نفس لعبة فول جايز. لازم اوكي، لا لا نكسر الارض بعض، وهذا واضح انه متغلب عليه الى الان. تعال انزل، ايوه انزل. لا 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 اهو نزل لوحده الغبي. لا انزل، فزت خلاص ولا ايش؟ ابلع، والله شباب صاير ادعس. راوند ثاني راوند ثاني راوند ثاني، تعال انزل انزل. اوكي انزل 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 انزل، تعال 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 عليك الموضوع، انزل انزل كمان كمان تعال. لا 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 وش سويت؟ ليش نزلت ورا؟ لا 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 لا. اوكي شباب نجرب شيء ثاني واللي هو سباق سيارات. اي سباق سيارات، مو سباق سيارات عادي، لا سباق سيارات اللي هي المراحل هذه تكون صعبة عادة. بوس بوس اعطينا بوس، الى الان انا الاول طبعا. اي مثل ما شايفين الطور جدا متنوع، في كل شيء ممكن يخطر في بالك، تحديات عادية 1v1 سيارات. شو انا قاعد العب لوحدي؟ وين اللي معاي؟ لا والله ليكم وراي، بس جدا منوب. اوه يلا يلا الفوز الفوز، في واحد وراي في واحد وراي في واحد وصل وراي. بسرعة بسرعة بسرعة، خلاص فزنا صح؟ فزنا 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 صح؟ يا رجال ايزي لعبتي لعبتي. اوكي شباب، وفي هذا الطور اللي ما ادري ايش هو صراحة. اوه زومبي، اوكي اوكي والله الاطوار واو، فيها كل شيء، سيارات زومبي 1v1. بس ليش الزومبي جدا اقوياء؟ ليش 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 جدا اقوياء؟ هي 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 تقول راوند 100 شباب، صلوا على النبي. هي يلا يلا بخلص بخلص بسرعه بسرعه، باقي كم واحد بس، باقي كم زومبي، اخر زومبي. هي هي ليش قاعد تضربني يا اخوي؟ هي معاك انا، لا هذا اخر زومبي. خلصوا خلصنا فزنا. اوه تليبورت يودينا اماكن. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناه ياس بلاي ثانيه. هي اوكي اوكي اوكي، لا لا في واحد وراي صح، خلينا نبدل سلاح للسب ماشين جان. هاي 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 هاي. اما اما ما مات. لا 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 والله انه قوي.
فضيت عليه خزانين وما مات، ايش هذا؟ اوكي شباب خلص يكفي اطوار واو، لان لو هضل العب بقعد لبكره، اطوار لا نهائيه موجوده هناك. خلنا الان نلعب طور الجديد اللي هو سماء العجائب مثل ما شايفينه، هذا اللي عاملينه بالذات لرمضان. طبعا هو الماب العادي ارانجل، بس في مثل ثقب او فتحه زمنيه تدخلك على منطقه ثانيه، وهذيك المنطقه فيها اشياء جدا رهيب. اوكي شباب شوفوا ساحه الانتظار كيف، رقم 6 احتفالا بست سنوات، وسجادتين قاعدين يرقصوا، حركات واجواء. اوكي والله فريقي واضح انهم جدا لاعبين، ولا واحد منهم لابس سكن الا انا، الله يستر. اوكي مثل ما شايفين هذا هو الماب، ماب طبيعي نفس اللي متعودين عليه، بس هنا تحت في النص في سحابه او ثقب او ما ادري ايش تسموها، تودينا ماب ثاني كليا. حتى مثل ما شايفين الاجواء اللي في النص تحت صحراء غير الماب العادي، ومتاكد ان الجيم كله نازل هنا، فالله يستر. خلينا نشوف زحمه ولا لا. اي والله اوكي والله المكان زحمه. سفينه ولا ما اقدر على السفينه؟ اي سلاح، في صندوق ذهبي. حلو 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 حلو. الله في واحد ميت هنا صح؟ خلينا نكمل عليه المسكين، تعال ابلع. مسكين قاعد ينتظر موته. اوه في واحد ميت هنا، ابلع. هات 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 هات، مشروب طاقه مشروب طاقه. اوه في واحد هنا، ابلع. تعال تعال يلا بس يلا بس. اوه الله اوكي اوكي، في قطعه جديده اعطانا شيء جديد، والله ان لوت رهيب. ابي اشوف القطعه الجديده بس ايش هذه. اوكي اسوي نار كذا، وبعدين ايش اسوي؟ اوه هذه فتحه زمنيه او ثقب اسود، ادخل هنا يطلعني هنا. اوكي الغباء، انا سويتهم قريبين عن بعض، بس خويي هناك مسويها صح، مسوي فتحه هنا وفتحه الثانيه وين. اوه شوفوا وين وين. اوكي والله نقلتني رهيبه، والله حركة حلوة على فكرة، تفيد جدا بالقتالات. ايه لوتو لوتو لوتو، قاعدين يسرقوا كل اللوت هذول، والله ما ادري ايش قاعد اخذ، بس خذ خذ اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء اي شيء، بعدين اشوف اذا احتاجه ولا لا. اوكي رحنا ضبطنا الوضع، الان نرجع الماب والمفروض نجيب الفوز بسهولة. في واحد وراي، في واحد وراي، سامع صوت، سامع صوت حد. هلو ذا. ايوه شفته. ايوه قاعد يرقص قاعد يرقص، تعال. ها انا وانا ارقص معاه. لا لا اطلع اطلع اطلع. اوكي اوكي، لكن هلقم بالله يعني مو بس هو يرقص فيها، لا اي واحد يدخل بحدود الدائره. اوكي عندي واحده ثانيه، بس كنا شفت جني قاعد يرقص بريك دانس، خلينا نشوف، ابي اشوفها بس كذا. اي والله جني قاعد يرقص بريك دانس. هاي 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 رعبني والله، طلع لي كذا سبرايز. اوه في واحد هنا، في واحد هنا، في واحد هنا، ابلع. مسوي نفسه بوشر قوي. اوكي بما اني برميها وبرميها، في واحد هنا صح؟ تعال يلا ارقص. ايوه 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 ابلع. والله انها رهيبه. في واحد هنا صح؟ في واحد قاعد يطلع على. اوه والله شباب اني لعيب، أربع سنوات ساحب ونازل دعس. أوكي أدري اللي ضدنا بوتات، بس الكولي ما حد شافه في التعليقات شباب تعزيز، والله كفو، كيف كنت كيف أنت كذا لعيب؟ ضبطوني أضبطكم. باقي ستة بس، فلازم آخذ لي لوت كويس، أنا أسلحتي تعبانة. بلع. أوكي باقي الأخير أظن هنا، آخر واحد. الله وينر وينر تشيكن دينر، جبنا الفوز ضد البوتات. اهم شيء فزنا، اهم شيء فزنا. اخ لا والله كثير اشياء رهيبه صراحه في اللعبه. اوكي شباب وشيء جديد ضافوه على اللعبه ايضا مثل ما شايفين، هو البيت راح يكون في بيت خاص فيك، تقدر تطوره تعمره تضيف اشياء عليه، تقدر تدعو اصحابك لعندك، تتحكم في بيتك على راحتك مثل ما شايفين، وتقدر ايضا تروح على بيوت اصحابك، فكثير اشياء ضايفينها على اللعبه. اوكي شباب رح ننهي الفيديو هنا، اتمنى يكون عجبكم، بس قبل لا ننهي انصحكم وبقوه انكم تحملوا ببجي موبايل من الرابط موجود بالوصف، لعبه موجوده على الاي او اس والاندرويد وتشتغل على جميع الاجهزه تقريبا، اللعبه جدا ممتعه بالاشياء الجديده اللي شفتوها في الفيديو، واتمنى ايضا انكم تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا في التعليقات ارائكم عن اللعبه، وبس كان معكم بشار كيال او بشار كيكي، اشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.